هؤلاء لما دخلوا في العقليات أصبحت قلوبهم كالقلوب الخربة. الجهم ابن صفوان لما تبنى معتقده أراد أن يبحث هنا وهنا، فذهب إلى طائفة من أهل الهند ممن يتحدثون في الفلسفة، وقالوا له أربك يشم يطعم يرى؟ فأدخلوا عليه آراء فاسدة على ما لديه من هذه الآراء، فظل 40 يوما لا يصلي. فنسأل الله العافية.